تتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنستضيفوا فيه السي عبد الرزاق دي في قاره. يعني عاده ما تنسمعوا وما تنقراو دائما ان الاحتراف تيكون من المغرب الى الدول الاوروبيه. السي عبد الرزاق دي في قاره دار العكس، يعني في سنوات الثمانينات او منتصف الثمانينات القرن العشرين جا من اجاك امستردام، وما ادرك ما اجاك امستردام هذيك الساعه، الى فريق الوداد البيضاوي، وارتبط اسم عبد الرزاق دو فيقار باسم حكيم زياش. غادي نناقشوا معاه شنو علاقته بهذا اللاعب الدولي حكيم زياش، وكيف جاء من اجاكس امستردام الى الوداد البيضاوي. سي عبد الرزاق مرحبا بك. شكرا اخي، وشكرا على الاستضافه، وشكرا للمتابعين، ولا مرحبا بالمتابعين انفاس بريس. سي عبد الرزاق، عاده ان تيكون اللاعب تيمشي من المغرب الى الدوريات الاوروبيه، خاصه هولندا ولا هذا، انت عكستي الايه، يعني جيتي من اجاكس امستردام وما ادراك ما اجاكس امستردام سنوات الثمانينات الى فريق الوداد البيضاوي. عاود لنا القصه، كيفاش وقعت هذه القصه هذه؟ فعلا الناس كتمشي من الوداد ولا من الفرق الاخرى باش تمشي تحترف. انا جيت من الاحتراف في المغرب، والمساله كانت هي مساله وطنيه كما كانوا كيقولوا. كان سيمكوار السفير ديالنا في هولندا، وكانوا كتبوا واحد المقال في الصحافه الرياضيه في هولندا بان المغرب ما فيهش رياضه، ما فيهش سبور، ما عندهم حتى شي علاقه مع هذا الشيء. وباش يعكس لهم ديك الايه، قال اش غادي ندير؟ غادي نجيب واحد من هاد الاولاد اللي كيلعبوا في هولندا ولا من اجاك شي حاجه، وغادي نديه يلعب في المغرب. هذا هو المشكل اللي كان باش جيتنا الوداد. وانت قبلتي بسهوله انك جيت تلعب من دوري احترافي الى دوري كانت كساعه باقي في الهوايه. كانت صعوبه باش تجي من اجاكس للوداد، ولكن ملي كيتولي مساله وطنيه ما كتبقاش صعوبه. وكانت الوالده حتى هي دخلت شويه، دخلت في هذا الشيء، وقالت لي ملي غتكون مساله وطنيه ما كنعرفوش لا اجاكس ولا فنود غادي تمشي. وجيت لنا والحمد لله ما كانش عندي شي مشاكل، ولا كان شحال لعبت في الوداد تقريبا؟ شي سنه ونصف. ومن بعد كنت حققت شي لقب ديك الساعه؟ لا لا، كان شويه ديال التخبط في الفريق. وكان شكون الاسماء اللي عاشرتي في هذيك السنوات؟ كانوا لاعبين كبار بحال عبد المجيد صحيته، بحال زكي، بحال ابو دبالة، اللي ما ننساش ذاك الانسان سعيد الزموري، فتاح العلاوي، محمد ساهيل، الفاضل، كانوا لعابه زعما كوزين، حسن بن عبيشه، كان فخر الدين، كانوا لاعبين زعما كبار اللي كان ما كانش سهله باش تدخل وسط منهم وتلعب وداك الشيء. ولكن وبقى عندك شي علاقه مع شي بعض اللاعبين هاد الاسماء؟ كاينه الحمد لله، كاينه علاقه وطيده مع الاخوان ديالي، وكاين كنليهم الاحترام التام ليهم هذوك الناس. وكيفاش لقيتي الاجواء داخل الوداد مقارنه مع ما هو يجري في اجاكس امستردام؟ هذيك الصعوبه اللي كانت عندي انايا، كانت مولف كتيني مع 9 ونص، وليدي كتيني ما بين 12 وجوج، كانت جاتني شويه غريبه كيفاش كنتيني ما بين 12 وجوج، مهما كانوا بعض اللاعبين اللي كانوا كيشتغلوا. كان ديك الساعه عندهم الشغل ديالهم، وحنايا انا معتاد كنشوف سبور ايتويد، دابا وليتي كتشوف سبور خدمه هذا هو اللي كان الانتباه ديالي انايا لهذ اللحظه هذه، كنقولوا كيفاش خصنا نبدلوا هذا. كان طاشكوف جا من بعد، وكنت جلست معاه خارج الوداد، وكنت قلت له كاين اكثر من 14 لاعب اللي كتكون باقا ما كتخدم ما كتمكنش حتى المدرسه، واش ما يمكنش تينيو مع 10؟ وكانت هذيك اول تجربه اللي كانت باش نبداو نتينيو في الصباح. كانت معاك انت؟ نجحت الحمد لله، زعما كانوا فيها دراري، ومن تما استافدوا بزاف اللاعبين بحال فاضيل، بحال نادير، بحال مصطفى البارك، بحال الغرشي، بحال سعد الله، تما فين بانوا هاد الاولاد اللي كانوا في الصباح كيكونوا، والاخرين كانوا كيخدموا هنا. كتعرف باش كتعرف التكوين كيفاش خصو يكون، بداو بدراري صغار وتبعوهم. نرجعوا للقضيه تاع التكوين في المدارس الكرويه، من بعد الوداد فين مشيتي؟ مشيت للبرتغال. اش من فرقه؟ في اسبينيو، انا والاخ ديالي عزيز، دوزت فيها واحد سنه معاه، وعاد مشيت لفرنسا سنه، ومشيت لاوليفيرا دو بايرو واحد سنه. في القسم الوطني الثاني ديك الساعه، ثم رجعت لهولندا. سي عبد الرزاق، الاسم ديالك ذكر يعني بشكل كبير مع يعني مع المونديال تاع قطر، ومع زياش، يعني التالق تاع اللاعب حكيم زياش في المونديال. البعض يقول بان انت مستكشف هذا اللاعب هذا، ولا قدمت لي مساعده. بغينا تحكي لنا شويه على القصه ديالك مع اللاعب زياش. حكيم زياش كان صديق العائله، ما عنده حتى شي علاقه بالاكتشاف ولا بداك الشيء اللي كيقولوا عليه بزاف، كانوا كيقولوا عليه. والاخ ديالي هو اللي كان عنده واحد العلاقه معاه، وداك الشيء انا اللي كنعرف زياش في لي تورنوا، ملي كنا كنديروا شي تورنوا ولا شي حاجه كيكون حاضر حتى هو مع الاولاد ديالنا.
وكان عندهم واحد الفرقه خارج الفرق ديالهم كيمشيو يلعبوا بها في اليسار وداك الشيء كيما كنقولوا حنايا كيقصروا كيقصروا. وهذيك العلاقه اللي بقات معنا ومعاه في البيت ديالنا بقات هكاك. ولكن الاكتشاف اكتشاف الانسان هو اللي كيجتهد باش تكتشفوا. كاين مكتشفين بزاف ولنا عندهم واحد الميثود كيما كيقولوا هما كيقول لك ملي كتسالي الكره كيطلبوك اللي كتكون كتفرج في شي ماتش بالك شي لاعب واش ما تقدرش تعلمنا عليه باش نمشيو نشوفوه حنا. هذا هو الاكتشاف ديالهم في هولندا. وكيفاش اللمسه تاع زياش فين كان بان لك بان زياش راه الدري عنده شي مواهب كرويه؟ كان سيريه كان باغي يوصل لواحد الحاجه لان كان كيستافد من خوتو. وحنا ويمكن كان عنده واحد النظره ملي كنا حنا كنلعبوا فجاه كان عنده واحد النظره علينا يمكن هذيك هي اللي خلاته. وعنده خوتو هما كبار سيلعبوا الكره؟ عنده خوتو كانوا كبار بحال عبد الله بحال هشام بحال عصام فوزي كان هو الكبير اللي كان المربي ديالهم بعد الوفاه ديالهم هو اللي كان زعما كان محتضنهم. وما نساوش الام ديالو زعما اللي وقفات معاهم وقفات معاهم حتى كبروا الاولاد. انت كما قلت لي قرب العائلات البعض تيقول بان يعني زياش عانى في الطفوله ديالو في مرحله تاع المراهقه. يعني واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح؟ ما كاين من والو هادشي. هادي كنا قلناها كان واحد الصحفي من الجيران ديالنا اللي كيكتب هادشي بعد ملي كيكون شي حدث شنو زعما المفروض من الاعتبار علاش كيدير هادشي بكم شي حاجه بحال كوب دافريك وانا نقول لك كاس العالم ديال 2018 ودابا فهاد كاس العالم كتكتب داكشي كيبدا يخرج. زياش كيفاش غادي نحالف؟ هو كان عنده 9 سنين ومحطوه في واحد العائله ديال الكلوب. الانسان ملي كيكون ملي كتكتشف شي فرقه كياخذوك الى اكتفيت 100 كيلومتر على المدينه ديالك خصك تبقى عندهم لان داك المشيان والمجيان صعب على الدراري خصهم دراسه خصهم يمشي خصهم يحفظ. اش كيديروا؟ كاين واحد العائلات اللي قراب للتيران كياخذوا واحد كيحتضنوا ولا خمسه كيحتضنوا دوك الاولاد عندهم تما كاين. وهذاك السيد اللي عنده 9 سنين حتى وصل 19 عام هو هنا وقت خرج حافه السيد كيفاش جاب هذاك الكلمات من هذاك السيد الفرنسي نذكروا الاسم ديالو باش يعرف هذا الفرنسي الجزائري اللي قال هذا الشيء شنو المعنى ديالها علاش قالها ما علم الله ما عرفتش علاش كان كيقول هادشي دائما باش يهلسوا وزادوا. وانا كنقول واحد الكلمه كنقول الا كان شي واحد بصح من حارف وصل لهذا المستوى الا السيد راه اجتهد اكثر من المجهود ديالو باش يوصل لهذا المستوى يعني ضربه في ثلاثه ولا اربعه. نعم وماشي سهل ما تكون من تمشي من اجاكس امستردام الى فريق تشيلسي الانجليزي راه اسماء هادو راه كبار. ايوا هما كتعرف المقام ديال تشيلسي ولا ديال اجاكس الا كان عندك واحد السوء فهم ديالهم عليك خلوش ياخذوك. وكيفاش كان الموقف ديال زياش فاش يعني وقع لي داك التوتر مع المدرب السابق وحيد الناخب الوطني اللي كان يعني هو قرر واحد الوقت اعتزال الدولي شويه عاوتاني مع الضغط على الجماهير ولا هذا وعاودت يعني تقلد السي وليد الركراكي المهمه تاع الناخب الوطني عاود جاب زياش. نعطيك واحد المثال صغير حكيم زياش ولا اللاعبين اللي كاين في الخارج كلهم كيعانيوا من بعض المدربين كفرنسيين كايطاليين كهولنديين نقدروا نقولوا كل شيء. وملي كيجي المنتخب كيبغي يهرب من داك المدرب باش يجي المنتخب باش يبقى مغربي كيلقى واحد فرنسي او الثاني ولا الايطالي ولا الانجليزي تيمارس عليه نفس الضغوطات اللي منضغط عليه في الفريق ديالو. كيفاش بغيتي هذا المولد يكون اليز مبسوط يكون اليز في اللعب ديالو؟ انا كنظن هذا هو المشكل اللي كاين. ملي جا الكراكي تغيرت الوطنيه واحد كيهضر معايا على الوطنيه هو 50 عام ما شافش بلاده هذاك وحيد 50 عام ما دخلش للبلاد وكيهضر معايا على الوطنيه ديالي هنايا اللي غادي قلت له هذا انا قلتها في واحد عنده الفصام الشخصي. نعم كيقول لك هذا ماشي وطني كيفاش كتقولها وانت براسك ما عندكش وطنيه في بلادك؟ كيفاش هذا السيد غادي يوريني الوطنيه ديالي انا لبلادي الا ولا كان واحد الاطار مغربي اللي كيعرف الوطنيه وكيحس بها هو اللي غيقدر يشوف هذوك الدراري اللي غادي يجي ويعطيهم ديك الوطنيه ولا الحماس ديال الوطنيه ديالو غادي يعطي الدراري باش ياخذوا. وتبين حتى في المونديال الاخير اللي كان في قطر يعني بان بان زياش قادر يقود المنتخب هذه يعني كاينه الكاريزما تاع واحد الانسان اللي يقدر يهز منتخب. بصح هو عنده واحد الميزه ديال كيفاش كيهضر هو ديما ساكت ولكن ملي كيهضر ملي كيقول شي كلمه كيقولها ترزق نعم كما كيقولوا ذاك الطرز الفاسي كيعطي واحد وعنده واحد الحاجه اخرى اللي غادي نقول لك من هو واحد الانسان شعبي. الا كون كان دابا انا تلقاك قبل ما تدخل تدخل تحت طابله ولا يمشي تخزن في شي قنت خصو يدير شي حاجه كيدير شي حاجه باش كيرجع ذاك الجو يكون ناشط ما يكونش مضغوط. وعنده واحد الميزه اخرى اليوم اللي كيبغي يلعب الماتش قبل ما يدخل التيران نقولوا ولا مسالم اللي كيسالي كاع داك الشيء
اللي غايدير كيدير واحد الفوطه على وجهه كيدخل الماتش في راسه. كيبقى بوحدو كيدير واحد الفوطه وكيتكا كيبقى يقولش كدير، كيقول انا خصني ندخل الماتش لراس ديالي باش ندخل يبقى عندي غير الماتش في راسي، يعني ما نديرش شي حاجه اخرى اللي راني نفكر فيها. كيتكونسونطرا مع الماتش، هذه عنده واحد الميزان، كيبقى واحد نص ساعه قبل الماتش خصو الواحد يكون كيتكا. واخا نمشيو دابا للتكوين المدارس الكرويه، الملاحظ هو ان المدارس الكرويه في بلجيكا وهولندا دائما تعطي المنتخب المغربي لاعبين الميزه. علاش هولندا وبلجيكا وماشي مثلا الانجليز مثلا فرنسا واخا تعطي مره مره، ولكن علاش بلجيكا وهولندا بشكل كبير؟ واش كاين مدارس كرويه تما كاين ناجحه؟ كاين كاين التكوين ما بين بلجيكا وهولندا. نعطيك واحد المثال ديال هولندا، هذه دابا جاي واحد السنين كنحس بها واقفه كمدرب من هولندا، كنحس بها واقفه ديك المدرسه ديالهم. وحضرت واحد المؤتمر في بلجيكا، واللي كان في بلاصه اللي جا في بلاصه من موسى اللي عندنا في المغرب دابا، اللي جا في بلاصته كيعطي واحد المحاضره داك الشيء، وعطانا واحد المحاضره داك الشيء، وقال لك انا حنا خدنا قلدنا هولندا وحنا زدنا هولندا وقفت. هذا بلجيكا، هذا بلجيكا قالها، قال لك وقفه هولندا وقفت واحد ست اكثر من ست سنوات هما واقفين في الشيء تكون. وانا كنقول هذا الشيء راجع للاكاديميات اللي يكونوا غير الاسم كيقول لك اكاديمي. انت كتجيب كدير واحد 4 تيرات ولا 5 تيرات وكدير اكاديمي، شكون هو هذا المؤطي اللي كاين تما؟ واش اللي غنعطيه ولدي واش غيأطر ليا بصح ولا كتسنى باش ياخذ الفلوس؟ يعني خاص كل بنايه يكون غير المؤطرين مزيانين. خصهم انا كنقول انايا كنقول لك بغا تجيب واحد المدرب يكون غالي وجيب ديال التكوين اللي غيكون لك الدراري اللي غيطلعوا لك بريمير. ما تبقاش تقول لي انا رديت البطوله وملي تسولو شحال من واحد طلع لي كيبريمير قلت واحد، اش من البطوله هذه؟ التكوين خصو يكون عامه خصو يكون هو الاول في الفريق. يعني اعتماد على المدارس اللاعبين تاع المدرسه. المدرسه هما اللي غنشوفهم من دابا واحد ولات الموضه تاع الانتدابات، كلشي تيغوت على انتدابات انتدابات انتدابات. كاين بعض الفرق اللي خاصهم انتدابات بحال الوداد الرجاء بلكان، هذوك كيلعبوا على الالقاب، ولكن خاص يكون طعم ولكن فوالا امتى هذا الولد غادي نطلعو انايا. انا في الصباح كان كما قلت لك هضرت في واحد اللقاء وقلت لهم كلمه كنت كنتمنى ما نبقاوش نجيبوا حنا كاع لي زافريكان، ماشي انا ضدهم ولكن غنجيب شي واحد اللي غنستافد منه كهولندي فرنسي ايطالي، كاينين اللعابه اللي باغيين يجيو انا متيقن منهم. شوف هذاك اللاعب اللي كيكون جالس وما كيلعبش غتقدر تدير ليه واحد الاستعاره وتجيبو للمغرب نعطيه اللي حطيته في الوسط غنستافد. دابا اجاكس اش كدير؟ كتسيني معاك الكونترا ديال كيعرفوك عندك غادي من عامين غتوقف كيسينو معاك 4 سنين السيد غادي يسالي وما مسيني معاه 4 سنين 4 سنين شنو عامين غتلعبها وعامين غادي تكون لنا الدراري. هذه اللي كنتمناها تكون في المغرب ويمشيو يمشيو يجتهدوا باش ياخذوا واحد. حنا تقولك راه بقى ليها عام وسيناو معاه سيناو معاه لا سيناو مع عامين زايده باش نستافد منه ديك العامين في المدرسه. المدرسه ديالك عندك واحد الوليد سميتو وائل، واش ما شوفوش نهار في المنتخب؟ واش فين دابا تيلعب هذاك الولد دابا الوليد ديالك؟ انا دائما ما كنبغيش نهضر على ولدي لان هذاك ولدي وكنعرف واش كيسوى، ولكن كنتمنى الناس اخرين يهضروا عليه اللي كيعرفوه. وائل بدا في اجاكس اللي كان عنده 8 سنوات ولا 10 سنوات ومشى لزفول اللي في القسم الوطني الاول حتى هي. علاش مشى لزفول؟ لان عندهم واحد المدرسه اللي كيكون عندهم سبور ايتود 8 الصباح كيتريني 10 كيسالي 10 ونص خصو يكون في القسم تاع 4 ل 5 ويا ترى لك عندهم شي ماتش كيبقى حتى ديك السبعه 8 9 تما كاينه. انا اخترت ديك المدرسه اللي داز فيها ديك المدرسه ديال الزهور اللي دوز فيها 10 سنين توصل ليكيب بريمير. بعد التفاهات اللي كانت في ذاك الكلوب مع المدربين اللي خداو كاع حتى مشاو بحالاتهم كاع على قبل واحد المشكل ديالو ومشى هو لواحد الفريق الوطن في هولندا ديال كانوا في التوازيام ديفيزيون باش ما يوقفش ذاك التدريب. مزيانه مزيانه. ولكن استافد من ديك التوازيام ديفيزيون جاو ثلاث فرق اللي كانوا بغاو منهم خطافي مزيان اسبانيا في اسبانيا واللي الكلوب ديالو للاسف ما بغاو في خطافي كانوا زعما صراحة قال بغاو صافي بقى معاهم شي ثلاث شهور هما كيتفاوضوا على ذاك الترونسفير ديالو. الكلوب ديالو في زبول زعما تثبت بداك خصو يبقى هنا خصو يبقى هنايا. دازت من مورا شي عامين رجعوا ثاني لهولندا من بعد خطافي رجع لهولندا وعيط لي المدرب ديال الخطافي وصيفطو سانتاندير قال لي يمكن يقدروا هما يخلصوا لك الترونسفير. للاسف الكلوب قام تشبت به تشبت به واخا كانوا وقعوا ذوك المشاكل بيناتهم تما كاينه مشى ثاني رجع ذاك الفرقه ديالو اللي كان في القسم الوطني الثالث مشى للثاني. جات براتيسلافا ديال سلوفاكيا وهي ترانسن في الحقيقه هي اللي جات دخلاته
وخاد الإعارة ديالو من تنتل لبراتيسلافا للفريق عتيد في سلوفاكيا هما الفريق الكبار ديالهم تما وكما كيقولوا لك توب خمسة. انا كنبغي نلعب ديما في التوب خمسة ديالي. وهذا هو الوائل دابا حاليا كيلعب رجع لهولندا من سلوفاكيا. كان مشى لواحد الوقت لجورجيا للاسف ما قدرتش نشوف داك الشيء ديالهم تما. كاين صعيب الحال حاله عندهم صعيبه. اذا فكرنا واش غادي يرجع لهولندا دابا كيتسنى باش يشوف شي فرقه اللي في القمه باش يرجع ثاني ان شاء الله. نشوفه ان شاء الله حتى هو لاعب في احدى الفرق الاوروبيه الكبرى وايضا داخل المنتخب المغربي. انا قلت واحد الكلمه اسمح لي غنقاطع. قلت واحد الكلمه ديال الفرق ديالنا في الوطنيه باش نجيب واحد اللاعب مليار وجوج مشوا للفرق ديال اوروبا اللي فيها مغاربه كيهم كما كتكري واحد اللاعب اعاره الفريق المغربي. علاش ما يمكنش؟ انا متيقن بين ما غادي يقولوا لي ما كاين حتى مشكل باش تجيب داك اللاعب اللي جالس ملي كيلعب غادي نخليه ولكن اللي جالس وعارف حنا كنستافدوا منه قالوا ومستافد واحد التجربه تكوينيه طويله نجيبو نستافدوا منه احسن ما نجيب واحد بمليار وجوج ولا ثلاثه. انا كنفضل الا غنجيب ثلاثه لعابه من لافريك غنجيب واحد ولا جوج وداك الفلوس اللي بقى ليا نديرهم التكوين في الدراسه ديالي. فكره. شكرا سي عبد الرزاق على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.